انتقد النائب عن محافظة ذي قار عبد الهادي السعداوي في بيان أورده مكتبه الإعلامي الاعتداء المسلح على مديرية كهرباء شمال الناصرية، وكذلك تضليل الرأي العام تجاه الخصخصة من قبل أصوات وصفها بالنشاز من داخل مجلس محافظة ذي قار، وأشار بصريح العبارة إلى عضو المجلس رشيد السراي، داعيا الأجهزة الأمنية إلى التحقيق معه وإحالته للقضاء. اتهام مرفوض وباطل، بل اتهام يعني مبالغ به جدا وبعيد كل البعد عن يعني كل اللي تابع حملة خصخصة وطن منذ بداية انطلاقها خلال 7 أشهر. كانت ولا زالت هي الأساليب القانونية، وكنا نؤكد في كل مرة أنه يجب أن نلجأ إلى الأساليب القانونية حقيقة. يعني هكذا اللجوء إلى أساليب العنف، اللجوء إلى أساليب هي ترتقي إلى ممارسات داعش. ويرى مراقبون أن اقتراب الانتخابات وعمق الخلافات السياسية هي من تتحكم بالمواقف المتخذة، داعين إلى الابتعاد عن الخلافات والاقتراب من المواطن. هذه الصراعات إذا كانت فيها منفعة للمواطن العراقي، لماذا لم تكن قبل سنة من بعد عمر الحكومة عند انتهاء الحكومات المحلية بدأت هذه الصراعات؟ أرى أنها صراعات انتخابية، صراعات لغرض أنه الإطاحة بالشخصيات أو ببعض الكتل السياسية للتنافس على المقاعد الانتخابية أو الرؤية الانتخابية. من ذي قار غزوان الغزي، الشرقية نيوز.